السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان مبارك كريم على كل الأسر المغربية. الله يدخلوا عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة. اليوم أنا هنهضروا على الخطبة والزواج في مدونة الأسرة سنة 2004، التعريف والأركان والشروط ديالهم، بدءا من المادة الأولى حتى المادة 34، طبيعة الحال بالدارجة المغربية. وغادي نحاول نبسط المواد بشكل بسيط باش كلشي يفهم. دونك إلى جينا المادة 1 و 2 و 3 من مدونة الأسرة، نلقاو فقط كتعطينا التعريف ديال هاد المدونة، يعني شو سميتها وعلى من كتنطبق، يعني على المغاربة اللي ساكنين هنا في المغرب وعلى المغاربة اللي في الخارج. كذلك كتقول لك شنو هي الجهه اللي كتدخل في القضايا ديال المدونه، يعني كتقصد النيابه العامه. وبدءا من الماده 4 غادي نلقاهم داروا التعريف ديال الزواج، وهما اعتمدوا انهم يديروه في الاول باش يعطيونا الفرق بين مدونه الاسره ومدونه الاحوال الشخصيه، ولاو كيقولوا بان الزواج ولا هو عقد زواج ماشي عقد النكاح. وكذلك عطاو الدور ديال المراه بان الاسره ولات برعايه الزوجين بجوج ماشي غير برعايه الزوج بوحده. المهم اللي كيهمنا هو اننا نمشيو بالترتيب، واول حاجه باش كيدير الواحد ملي كيبغي يتزوج هي الخطبه. غادي نلقاوها في الماده 5 اللي كتقول لك ان الخطبه كتنعقد بالتعبير ديال احد الاشخاص، يعني سواء الذكر او الانثى، يعني ماشي ضروري ان الذكر هو اللي يخطب. يعني في هذه الماده كتقولك يعني حتى الانثى يمكن لها ان تعبر على ديك الخطبه، يعني حتى هي يمكن لها تخطب. وكيدخلوا الاعراف والتقاليد في هذه الخطبه، يعني كتقرا الفاتحه، وكيكون تبادل ديال الهدايا ما بين العائلات ديال الازواج. يعني بحسب هذه الماده كتقول لك ان ماشي ضروري ان الراجل بوحده هو اللي يعطي الهدايا للمراه، يعني كيكون تبادل ديال الهدايا حتى هي كتعطي. وكيبقاو الاطراف في فتره ديال الخطبه حتى كينعقد عقد الزواج، يعني هذيك المده كامله من نهار تخطبتو حتى كيتكتب العقد ديك الساعه كتسموهم مخطوبين. واي واحد يمكن ليه يفسخ هذه الخطوبه سواء الراجل او المراه. وهنا فين كتجي الماده 7 كتقول لك الا شي واحد دار لي في الخوه وفسخ الخطوبه فما كيترتب عليها حتى شي تعويض، يعني الا كنتي خاطب شي وحده وفسختي معها الخطوبه ما غاديش تعوضها الا في حاله وحده الا وقع ليها الضرر. بمعنى انك انت مثلا كنتي خاطب شي وحده هي عندها 26 عام مثلا خطبتيها، وبقيتي انت وهي في واحد الفتره ديال الخطوبه 10 سنوات، وهاد الحاله راه كاين الناس اللي كيبقاو مخطوبين 10 سنين 7 سنين. المهم من بعد 10 سنوات دارت لك في الخوه قلتي لها اختي انت دابا ولات عندك 36 عام وانا باغي وحده صغيره، الله يعاوننا ويعاونك، صافي تفسخات الخطوبه. اذا هنا ولا عندها واحد الضرر عند الانثى، يعني هي فوتي هذيك كما تقولوا سن الزهور، يعني وصلت 36 عام ما يبقاش ليها غادي تزوج، بامكانها انها ترفع عليك دعوه وتطالب بالتعويض. نفس الشيء الا كان شي ضرر مادي، يعني خطبتي شي وحده كانت هي خدامه وجلستيها من الخدمه يا بخي قلتي لها الله يعاونك ويعاونك، كذلك هنا وقع لها ضرر وغادي تطالب بالتعويض. عاوتاني الا كان شي ضرر اللي جسماني، مثلا كنتي خاطب شي وحده و غادي نتويا بالطوموبيل وهادي درتو شي اكسيدون وتقطعوا ليها رجليها اولا شي حاجه وصيفتها عاوتاني لدارهم، فكذلك غادي تطالب هي بالتعويض لانك انت هو السبب في داك الضرر. ونفس الشيء ماشي غير بالنسبه للانثى، بالنسبه كذلك للذكر، يعني واحد خطب وحده وبقى كيخسر عليها الخاتم ديال الذهب الاتات الكادوات حتى ضربت مع راس الفلوس وتقول لي ما بقيتش باغا نتزوج، فبامكانه انه حسب الماده 8 انه يطالب باسترجاع دوك الهدايا. اذا في الماده 8 كيقول لك ان الخاطب او المخطوبه يمكن ليه يرجع الهدايا ديالو والفلوس واي حاجه عطاها ليك الا ما كانش هو اللي اعدل على الخطبه، يعني انت كنتي خاطب شي وحده وخسرتي عليها الفلوس وهي اللي بغات تفسخ الخطوبه فهي اللي خاصها ترجع لك داك الشيء. اما الا كنتي انت خسرتي عليها الفلوس وانت اللي فسختي الخطوبه فما غترجع لك والو لانك انت اللي بغيتي، وماشي ضروري انها ترجع لك نفس الحوايج اللي عطيتهم، يعني عطيتيها انت واحد الاتات وخاتم ديال الذهب فبامكانها انها ترجع لك فلوس. في الماده 9 كيقول لك الا الراجل عطى المراه الصداق او جزء منه وتفسخت الخطوبه او مات في الورثه ديالهم يمكن ليهم يطالبوا بارجاع داك الصداق، والمراه كتعطيهم الصداق يا اما فلوس او الا كانت شراتو مثلا تلفازه او ثلاجه فيمكن لها تعطيها لهم. بالنسبه للزواج فغادي نلقاو كيبدا عندنا من الماده 10، واهم حاجه باش ينعقد هذا الزواج هو الايجاب والقبول. بمعنى انه كيقول لك واش موافقه تزوج بهاد السيد، اي موافقه انت موافق تزوج بهاد السيده موافق. الا كان الشخص ما كيهضرش فانه كيكتب انه موافق، وهي كانت كذلك الا ما كانتش كتهضر فكتكتب بالكتابه بانها موافقه، الا ما كانتش كتعرف الكتابه فبالاشاره المفهومه، يعني كتقول لهم اه براسك او لا بيدك وكذلك بالنسبه لها هي. يعني المهم يتم هذاك الايجاب والقبول باي طريقه ويتضح فيه انه ما كاينش شي اكراه او لا تدليس، يعني انك انت جايب واحد وحاط عليه السيف او لا جايب وحده مبزز عليها، فهنا العدول خاصو يلاحظ هذه القضيه ويعرف بان السيد او السيده راه جايب
بخاطره وفي كامل قواه العقليه. وكذلك هاد الاجابه والقابل خصهم يكونوا في بلاصه واحده، يعني تمشي انت وديك السيده اللي غتزوج بها البيرو واحد، ماشي انت غادي تصيفطها هي البيرو وانت غدير معاهم سكايب من مدينه واحده اخرى وغتقول لي مراك موافقه غير بالتليفون، او هي تمشي عند عدول وانت تمشي عند عدول، كل واحد يجيب ورقه وهادي. لا، خصكم تكونوا في بلاصه واحده وما خصوش يكون معلق بشي شرط، يعني تقول لها مثلا حتى الربح في اللوطو راه انا موافق، او تقول لها راني موافق ولكن حتى نشد الباك. يعني الزواج ما خصوش يكون مربوط بحتى شي شرط باش كيكون صحيح. في الماده 12 كيقول لك الا اي واحد بزو عليه انه يتزوج ولا داروا ليه التدليس، مثلا قالوا لي جيت تسيني واحد الكونطرا ديال شي بيعه وشراء وصدقوا مزوجينه، فبامكانه في اجل ديال شهرين ملي تحيد داك الاكراه او التدليس او الملاعق، عنده اجل ديال شهرين انه يطالب فسخ داك الزواج ويطالب كذلك بالتعويض. بالنسبه لشروط الزواج فكاينين خمسه، ولقاو اول حاجه اللي هي اهليه الزوج والزوجه، بمعنى انها تكون عندهم 18 سنه شمسيه كامله. في بعض الحالات يقدر القاضي انه يعطي الموافقه البنت تزوج على اقل من 18 سنه، وكذلك بالنسبه للذكر، ولكن كتكون في حالات قليله بحال مثلا ملي كيديروا لهم الترشيد، يعني كيكون واحد عنده 17 عام ويمكن ليه يتدبر الامور الماليه ديالو، كيكون مثلا والديه ماتوا هو اللي كيبقى مسير المشاريع ديالهم، فالقاضي هنا كيشوف ان هذا الشخص راه يعني كيتسمى عنده واحد الاهليه قانونيه. ولكن هذه كتعتبر من الحالات النادره. وغندوزو لثاني شرط، هو عدم الاتفاق على اسقاط الصداقه، بمعنى ان مثلا الراجل يقول شي وحده لا بغيتي نتزوج بك راه ما غادي نعطيك لا صداق لا والو، واخا هي توافق في العدول او القاضي فهو كيرفض هذاك الزواج، لان الصداق هو شرط من شروط الزواج وما يمكنش لك تستغنى عليه. لكن يمكن لك تعطيها مثلا غير نص ديال الصداق او الربع ديالو، اولا تتفقوا انك تعطيه لها من بعد، يعني واخا ماشي ضروري من النهار الاول انك تعطيها الفلوس كاملين، يمكن لك ما تعطيها والو ولكن في العقد ديال الزواج كديروا بانك راه غادي تعطيهم لها من بعد وتقدر تحدد فيه المده. ثالث شرط هو ولي الزواج عند الاقتضاء، وهنا في بعض الحالات العدول كيطلب مثلا من البنت او الولد انه يكون الوالي ديالو، الوالي الشرعي مثلا الاب او الام او الاخ الاكبر، الا شاف انه كاين شي حاجه ماشي تلي او البنت مثلا مترده، او لا بحال عندنا مثلا واحد جوج غادي يتزوجوا هما في حاله اعاقه سواء اعاقه ذهنيه او جسديه، فهنا كيخص الوالي باش كيوافق كذلك على هذاك الزواج. اولا مثلا كتكون عندك واحد البنت باقا صغيره، يعني عندها 18 عام ولا 19 وغتزوج بواحد عنده 70 عام، فهنا يقدروا كذلك العدول انهم كيطلبوا الوالي، سواء شي واحد يجي معاه هو باش يعرفوا ان داك الراجل راه ماشي كيخرف حيت باينه غتكون طامعه فيه، اولا كيطلبوا الوالدين ديال البنت باش يشوفوا ان بنتهم بمن غتزوج. ورابع شرط هو خص العدول يسمع الاجابه والقبول بودنه ويكون سامعه مزيان، يعني ماشي غير تقول لي ديك هلاك مثلا، خصو يسمع راك موافق ويسمعها هي كذلك راها موافقه ويوثقوا داكشي. وخامس شرط هو والاخير خص يكون اتفاق ديال الموانع الشرعيه، بمعنى اي حاجه مذكوره في الشريعه ديالنا في القران الكريم وهي ممنوعه فما خصهاش تكون، مثلا بحال زواج الذكر بالذكر او زواج الانثى بالانثى، او واحد مثلا يتزوج بالام ديالو او الاخت ديالو او بنته، وكذلك البنت انها تزوج بالاب ديالها او الاخ ديالها، ومن كاع داكشي اللي محرم فهو ما خصوش يكون. ومن الماده 14 حتى الماده 18 فهي كتدرينا على توثيق الزواج بالنسبه للمغاربه اللي ساكنين في المغرب، وكذلك بالنسبه للمغاربه اللي خارج المغرب، وكذلك كاين الولايه في التزويج، يعني يمكن القاضي انه ياخذ واحد الوكاله باش يدير واحد عقد ديال الزواج لشي واحد اللي ما كاينينش هنا. وكذلك كاين الماده 16 اللي هضرت عليها اللي كتعطي الحق للناس اللي مزوجين بالزواج الفاسحه انهم يوثقوا الزواج ديالهم فواحد المده اللي كانت تحدثها الدوله. وغندوزو من الماده 19 حتى الماده 25 اللي كتهضر لينا على الاهليه ديال الزواج واللي حدثها الدوله في 18 سنه شمسيه. وكذلك اذا كان عندنا واحد الزواج ديال القاصر فالمحكمه يمكن ليه الطالب بواحد الخبره طبيه، اولا كتشوف على حساب الحاله الاجتماعيه ديال كل شخص، فمثلا في بعض الاشخاص بحال السوس كلقوا ان الشباب ديالهم او الاطفال من الصغر وهما كيكون عندهم الهري كيبيع ويشري، فهنا المحكمه كتكون عارفه ان دوك الاشخاص يمكن ليه يسير راسو ماديا بلا ما يتدخل فيه شي واحد كبير. ولكن في مناطق اخرى بحال في الشمال او في الوسط المغرب كاين بعض الشباب اللي مازال عنده 18 19 20 هو مازال كيلعب، يعني هنا المحكمه تطلب خبره طبيه، وكذلك كتشوف الوسط الاجتماعي ديال الشخص باش توافق على الزواج القصير او لا. وفي الماده 24 كنلقاو ان المراه ولات عندها الولايه ديال الزواج الراسي، يعني ما بقاش ضروري ان كل بنت خاصها تزوج دي معاها باها، يعني يمكن للمراه انها تزوج راسها براسها.
واخيرا غندوزو للصداق من الماده 26 حتى الماده 34، وغادي نلخصهم كاملين في جمله واحده. وغادي نقول ان الصداق هو داك المبلغ المالي او شي اتات كيعطيه الراجل للمراه وكيعبر على انه باغي يتزوج بها. الصداق كيتحدد عند العدول ملي كتكونوا تكتبوا في العقد، فكتحدد القيمه ديالو، ولا ما كنتيش غتعطيه ليها كامل كتعطيها غير النص، ولا ما كنتيش غتعطيها حتى شي حاجه كتحدد انك شحال غادي تعطيها والاجل اللي غادي تعطيها. مثلا غتقول لهم غادي نعطيها 3000 درهم من هنا لواحد عامين، فهذاك الشيء كامل كيتقيد. الا ما مثلا الاشخاص ما حدوش القيمه ديال الصداق بالضبط، فالمحكمه هي اللي كتحدد هاد القيمه. الا كان مثلا وقع شي نزاع بين الرجل والمراه في الصداق وهي رفعت عليه دعوه باش تاخذه، وما كانوش محددينه بالضبط شحال، في المحكمه هي اللي كتحدد على حسب الواسط الاجتماعي. وغالبا ماشي غالبا، ديما المحكمه كتعطي واحد النسبه قليله في الصداق، لان على حسب الشرع فالصداق خص يكون مخفف على الرجل. وهذا الصداق اللي كيتعطى للمراه سواء فلوس او ذهب فهو الحق ديالها، ما يمكنش الراجل انه يتدخل فيه. او مثلا يعطيها واحد 10000 درهم في الصداق ويقول لها انا دابا شريت التلفازه انت اللي غتشري الثلاجه، فديك الصداق اللي كتاخذ المراه يمكن ليها دير به اي حاجه بغات، تشري به اللي بغات، تعطيه لمن بغات، تحرقو كاع هي اللي بغات. في الماده 31 كاين واحد الامر خطير، بحيث اللي بغينا نفهموها نرجعوا الماده 30 اللي كتقول لك ان بامكان الراجل ياجل الصداق، ما يعطيش للمراه كامل او ما يعطيش لها كاع حتى يحدو في واحد المده من بعد. ولكن في الماده 31 كتقول لك الا كان الراجل ما عطيش للمراه الصداق فيمكن ليها الطالب بهذا الصداق قبل ما توقع المعاشره الزوجيه، يعني قبل من ليله الدخله يمكن ان تمتنع على المعاشره ديال الراجل حتى يعطيها الصداق ديالها. الا الراجل دخل بالمراه وهو مازال ما عطيهاش الصداق، فهنا ما كيبقاش يتسمى هذاك الصداق ديال المراه، كيولي دين في ذمه الراجل. على حسب الماده 32 فالمراه كتستحق الصداق ديالها كامل الا كانت واحد العلاقه جنسيه بينها وبين الراجل، او مات ومات مثلا الراجل من بعد ديك العلاقه الجنسيه. يعني انت تزوجتي بوحده درتي معاها ليله الدخله يا بريمتي، هنا المراه كتاخذ الصداق ديالها كامل من بعد، وكتاخذ المراه غير النص ديال الصداق الا مثلا طلق الراجل قبل من ليله الدخله. والمراه ما كتاخذش الصداق نهائيا وما كتستحقوش في حاله مثلا الا تفسخ عقد الزواج، بمعنى ان المحكمه لقات او شي واحد رفع دعوى باللي داك الزواج راه ماشي صحيح، ما فيهش مثلا الاركان ديالو كاملين، ما فيهش الشروط، بحال مثلا شي واحد غير بزو عليه باش يتزوج، او شي بنت كذلك بزو عليها باش تتزوج، او شي واحد قول بوه جاي يسنى شي كونطرا ديال شي خدمه او لا شي بيعه وشراء وسطكم مزوجين وهو ما في خباروش، فهنا كيتفسخ داك العقد والمراه ما كتاخذش الصداق بطبيعه الحال. وفي الحاله الثانيه الا طلع عقد الزواج من طرف الرجل، مثلا الا الراجل في ليله الدخله لقى مراته انها ماشي بنت، فهنا عنده الحق انه يلغي داك عقد الزواج ويرجع اي حاجه عطاها لها من الهدايا الى اخره، وكذلك ما كتاخذش هي الصداق. اولا كان العكس، في ليله الدخله مثلا كان عيب في الرجل والمراه هي اللي بغات تلغي داك العقد ديال الزواج، فهي ما كتاخذش كذلك الصداق. وهنا علاش قلت في هذا الفيديو هذا تقريبا في الدقيقه الثامنه، على ان اي بنت كتشوف هذا الفيديو فضروري انها خاصها دير شهاده العذريه قبل ما تزوج، ديرها هي ماشي الراجل اللي بزز عليها انها ديرها، باش من بعد ما توقعش في شي مشكل. تكون مثلا هي عندها واحد الغشاء ديال البكره اللي ما كيخرجش منه الدم، والراجل اللي ما يكونش عارف هذا الشيء وفي ليله الدخله يوقع الافتضاد وما يخرجش الدم، وهو يحسب ليه بانها ماشي بنت، وبالتالي ما غاديش يعقل عليها وغادي يلعق داك العقد ديال الزواج، وفي الاخر غتبقى هي اللي خاسره. واخيرا في الماده 33 و34 كيقول لك الا كان عندنا واحد الاختلاف او نزاع في القبض ديال الصداق، مثلا ان الراجل عطى المراه الصداق ومن بعد نات الصداق قالت لي ما عطيتينيش، فهنا المحكمه كتسمع المراه هي الاولى واش خدات الصداق او لا. الا قالت لي ما خداتش وصافي راه تفك النزاع، الا قالت لي ما عطانيش فخص الراجل يعطيها، ولا قال لهم ولا راه عطيتها فخصو يثبت بانه عطاها. وبطبيعه الحال الا ما كان عنده لا شهود لا حتى شي حاجه خصو عاود يعطيها عاوتاني واخا يكون عاطيها. وكل حاجه جات بها المراه مثلا بحال الجهاز ديالها، التلفازه، الثلاجه الى اخره، فهي كتعتبر الملك ديالها، وكذلك اي حاجه جابها الراجل فهي في الملك ديالو. ومثلا لو وقع مثلا طلاق ولا تفسخ داك عقد الزواج ولا طلقه، فهما كل واحد كياخذ حاجه ديالو. الا وقع هنا واحد النزاع ولا هذاك يقول لها هذه ديالي هذه ديالي، فكتدخل المحكمه وكتعطيهم يحلفوا باليمين. فالراجل كيحلف باليمين في الحوايج اللي عندها علاقه بالرجال، مثلا بحال الحوايج اللي كيستعملوهم الرجال بحال الطوندوز، بحال الحوايج ديال الرجال الى اخره. والمراه كتحلف بالحوايج ديال العيالات بانهم ديالها، مثلا بحال الماكياج، بحال الحوايج ديال العيالات، بحال التكاسط. اما الحوايج
اللي عندهم علاقة بالرجال والعيالات، يعني الحاجة اللي كيستعملها الرجل وكتستعملها المرأة بحال الثلاجات الفازة. مهم، فهذه كذلك كيحلفوا عليها بجوج، كل واحد تيقولك راه ديالي. في الاخر المحكمة اللي كتشوف ان كل واحد كيجر لجهته فكتحكم بانهم يتقاسموا داكشي من النص، حالة الا في حالة مثلا اللي شي واحد فيهم ما بغاش يحلف فالاخر اللي حلف هو اللي غياخد كلشي، الا حلفوا بزوج فهم كيقسموا داكشي من النص. وهنا غنكونوا سالينا هذا الجزء الاول من المادة الاولى حتى المادة 34. كنتمنى تكونوا فهمتوا المواد كاملين، واللي ما فهمش شي حاجة يخليها لي في كومنتار لتحت او يدخل يسولني في الانستغرام. فالفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على موانع الزواج اللي من ضمنها التعدد. ومن هنا لتما كنقول لكم رمضان مبارك كريم، ولا يدخل عليكم الصحة والسلامة. وإلا عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب وشير.